اليوم بالفرحة هنزف البشارة، اليوم بالفرحة هنزف البشارة، زار عروسه وحوي المحبين، يا احبابنا واقربنا زف وسارة، اليوم ملكة عسى ايامها تزيد، وهات الذهب لعيون تاج الوقارة، واحلى الجواهر اللي تسوى ملايين، ولبسوا بنت الاجاويد سارة، وادعوا الله يسعدها بكل وقت وحين، وادعوا الله يسعدها بكل وقت وحين. الله الله مبروك يا اللي ماخذه للصدارة، ما بين اهل الحسن والهيبة والزين، زينك يا سارة زين.